اليوم بنسوي مصابيب بطريقة أختي اللي كلكم نهبلتوا عليها، قلت لها لازم تسوينها لنا. تعالي أهلاً وسهلاً. هلا اسمعي، الحين بنسوي إيه؟ أول شيء كلها بالخلاط مع بعض، كل شيء مرة سهل مرة. بيض، سكر، وملعقة زيت، أهم شيء الفليفة. طيب هذه أسرار حايل. إيه هذه أسرار حايل تعطي، وفلفل يعطي طعم، بصل، والبصل هذا لي أهم شيء هنا اللي يعطي طعم. الحين نحط حليب، سواء عندك حليب بودرة، زبادي، أي شيء. طيب طحين أبيض كاس، وطحين بر كاس، وهذه ذرة ملح، وطبعا ما فيها خميرة ولا بيكنج بودر عشان تطلع معاك رهيفة زي الحين نسويها زي ما رهيف. تقدرون بعد تعجنونها قبل بيوم، اي تخمرونها. حطينا 2 كاس مويه على كاس حليب سايل، الحين هذا الثالث، اذا زاد او نقص بنشوف. الحين خلاص الحين بنخلطها وبنشوف قوام العجينه. بسم الله. شوفين كذا القوام تطلع معاك رهيب. اهم هذا سرهم، هذا سر. شلون طلعت رهيبة؟ شوفي أهم شيء تعلي له، عليها طول النار، طولي النار، بعدين إذا قلبناه بنقصر له. أول ما تشيلين الثانية على طول قصرين الساجة عشان عارفة تمشي معاك، لو صارت حارة على طول تتقطع. بعدين إذا خلصتوا طولون الحين، خلاص نطول النار كذا على طول. أيوه شفتي على طول إذا نشف كله اقلبيه. خلاص نشف، ما شاء الله التشكيل خيالي. هذا السر. أول شوفوا أنتم تصببون المصابيب، يعني تصبونها قصروا النار، خلوا النار قصيرة، بعدين طولوا لها عشان تتحمر تتشقر زين. اذا تبغونها كريسبي مقرمشه اقلبوا، شفتوا هذا الوجه اقلبوه مره ثانيه خلوه يطلع هذا من تحت كريسبي يطلع مقرمش، او تبغونها لينه على طول شيلوها.